ليلى، غارتان إسرائيليتان على الضاحية الجنوبية في بيروت وتطورات عديدة والتفاصيل لديك. صحيح، اليوم يارا منذ بعض الوقت، منذ حوالي نصف ساعة، كان هناك غارتان من الطيران المسير الإسرائيلي الذي كان يحلق في الأجواء طيلة وجودنا هنا. الغارة استهدفت منطقة الغبيري وبالتحديد في شارع يدعى شارع الزهراء. المبنى الذي تم استهدافه بصاروخين، هناك ثلاثة شقق مدمرة وتضررت، وهناك أربع إصابات بحسب الحصيلة الأولية. قد يكون هناك ضحايا بين هؤلاء الإصابات. بالطبع هناك معلومات تتحدث عن أنه قائد وحدة بتر هو المستهدف، ولكن نحن لن نستبق أي تأكيدات بعد أو أي معلومات يعني غير دقيقة. الضاحية اليوم كانت حتى هذه الساعة تعيش هدوءا حذرا خلف الضاحية الجنوبية لبيروت. المنطقة التي حصلت فيها الغارة هي جغرافيا في نفس المنطقة وعلى بعد شارع واحد من الغارة التي حصلت منذ حوالي أربع أو خمسة أيام، أيضا فيما يعرف بمنطقة الغبيري. إذن أربع إصابات، استهدف مبنى، هي محاولة اغتيال على ما يبدو، لأنه لم يتم استهداف المبنى كله، إنما شقة واحدة. لم نعرف أي من هذه الشقق الثلاثة هي المستهدفة بالتحديد، لأنه الدمار هو في الشقق الثلاثة كلها. اليوم حزب الله أيضا أصدر بيان نعي للقيادة القيادي علي كركي، وقال بأنه كان من القيادات التي بدأت مع حزب الله من عام 1982 وقادت عناصر حزب الله في المواجهات مع إسرائيل منذ العام 1982 ووصولا إلى عام 2000 عندما انسحب الجيش الإسرائيلي من لبنان حتى العام 2006، وكان قائد الجبهة الجنوبية، وأنه كان برفقة الأمين العام لحزب الله حين حصلت الغارة منذ بضعة أيام على ضاحية بيروت الجنوبية. على الصعيد السياسي، اليوم رئيس الحكومة عقد اجتماعا للجنة الطوارئ، وكان الحديث بالمجمل عن النازحين، المساعدات للنازحين. هناك الأعداد تخطت 117 ألف، أعداد المراكز 772، وتوقع ميقاتي أن يكون عدد النازحين أو أن يصل إلى مليون، وهو أكبر رقم نزوح كما قال الرئيس ميقاتي يمكن أن يكون في تاريخ لبنان. بالطبع أكد تمسك لبنان بالقرار 1701 وأيضا بالدبلوماسية لحل هذا إطلاق النار أو هذه الحرب التي تشنها إسرائيل على لبنان. وأيضا قال بأنه لم يعني يجري الحديث عن مبادرة مصرية قطرية، وقال إنه ليس لديه علم بعد، لم يتصل به أحد بخصوص هذه المبادرة التي تقول بأنه هناك مبادرة مصرية قطرية بتنسيق أمريكي دولي عربي للتواصل مع إيران من أجل إيجاد حل شامل أو وقف إطلاق النار وإيجاد حل شامل بدل أن تنتقل المنطقة إلى حرب شاملة. ابقي معي ليلى، أعود إليك حنان. وكنا نتحدث بأنه العمليات لم تتوقف في جبهة الجنوب وهناك الصواريخ تطلق. يبدو أن المشكلة ما زالت موجودة مع حنان. ننتقل إلى صور مع خليل بن طويلة. خليل، كيف هي الأوضاع إليك عندك؟ حصيلة الغارات الإسرائيلية منذ فجر اليوم على قضاء صور جنوب غربي لبنان. طبعا في هذه اللحظة بالذات التي أحدثك فيه وفيها هنالك دوي عدة انفجارات في العمق، في عمق هذا الخليج باتجاه رأس الناقورة إلى غاية الجهة هذه التي تشكل الحزام العمراني لجنوب مدينة صور، بالإضافة إلى الجنوب الشرقي للمدينة الذي شهد عدة استهدافات منذ فجر اليوم. سنعود إلى الحادثة التي أو الحادثتين اللتين كانتا ربما الأكثر
أكثر دموية اليوم، ولكن قبل ذلك وجب التذكير بسلسلة الغارات المكثفة والمشددة التي شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على عدة بلدات في قضاء صور، تحديدا في القطاع الغربي في برج رحال وكذلك في منطقة تيباس وأيضا في منطقة باريش، وهي استهدافات كانت مختلفة الحجم أو الشساعة، بعضها صغير وبعضها كبير. انتظرنا مطولا من أجل معرفة نتائج ومخلفات هذه الغارات، لكن أيضا نعود دوما ونجدد التذكير بما حدث في دير دبة أو في طير دبة، وهي منطقة عمرانية أكثر كثافة في الجنوب الشرقي لمدينة صور، حيث استهدف عدد من المسعفين. نعود دائما ونركز على هذه العملية، على هذا الاستهداف. لماذا؟ لأن الاستهداف طال عددا من المسعفين من عمال الإغاثة الذين في العادة وجب أن يتم تجنبهم في الحروب في المواجهات على اختلافها، يقولون أنهم أو إنهم 7 أو 8، لكن العدد الرسمي لغاية الآن هو 7، لكن هنالك عدد آخر من الجرحى تم نقلهم لتلقي العلاجات اللازمة. أيضا هنالك استهداف آخر طال عائلة، أيضا الأوساط تحدث هنا عن استشهاد 9 من أفراد هذه العائلة، ولكن هنالك أفراد أو مصادر أخرى تتحدث عن 8 بالإضافة إلى عدد من الجرحى. أيضا بالإضافة إلى كل ذلك، في ليلة البارحة إلى غاية الفجر هذا اليوم كانت هنالك غارات كثيرة ومختلفة على الجهة الجنوبية الشرقية أو الجهة المحاذية ربما إلى شاطئ مدينة صور، حيث استهدف عدد من الشقات بطريقة انتقائية، من بينها استهداف شقة أنا بصدد ربما رؤيتها من وراء الكاميرا في هذا الوضع. الآن أنا وإياكم سوف نشاهد الوضع على الأرض من خلال رصد حركة المرور هنا على الطريق الرئيسي المؤدي باتجاه رأس الناقورة قدوما من الشمال اللبناني، حيث أو انطلاقا ربما من بيروت إلى غاية صيدا فصور. نتابع وإياكم أن الحركة توقفت كلية ما عدا بعض الدرجات النارية، ليس ثمة من أي حركة للمرور، وهذا دليل واضح على أن لا أحد أبقى أو بقي هنا، أو إن صح التعبير أن عدد الذين بقوا قد لا يفوقون أو لا يتجاوزوا 5% مقارنة مع الوضع الأصلي لهذه المنطقة الحيوية جدا التي تعرف بأنها منطقة سياحية فيها الكثير من الاستثمار، لكننا نشاهدها الآن هي فارغة تقريبا وأصبحت عرضة إلى الكثير من الضربات الإسرائيلية خصوصا في العمق هناك، وبإمكاننا أن نرى هذا الدخان ومصدره بالتأكيد هي تلك الضربات، تلك الطلعات التي نفذها طيران الاحتلال الإسرائيلي. هذه أيضا هذا صوت آخر لغارة في هذا العمق في هذه الجبال. نعم. لكن نعود ونذكر بما حدث من خلال اختراق عدد من الطائرات من طائرات الاحتلال لجدار الصوت، ما أدى إلى مخاوف كثيرة على كامل المحور المؤدي من طرابلس إلى غاية الصور، حيث خاف الناس، ولكن تحديدا في مدينة صيدا التي ربما سمع فيها دوي اختراقات الصوت من قبل الطيران الإسرائيلي، ما أثر ذعرا كبيرا في أوساط السكان. الجانب الإنساني ذكرنا جانبا منه، ولكن نشير فقط إلى استمرار انقطاع التيار الكهربائي والإمداد بمياه الشرب. شكرا جزيلا لك من صور خليل بن طويلة مفد الغدوة. الشكر موصول لليلى خليل من بعبدة، وكانت معنا حنان عيسى من جنوب لبنان. شكرا.